السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يذكر في الروايات عند وفاة شخصية معاصرة أو مجاهدة لحياة الرسول صلى الله عليه وآله وآل بيته، بكى عليه الرسول صلى الله عليه وآله وآل بيته. اليوم شاهدنا المرجعية وأبناء المرجعية بكت على السيد، إذن هنيئاً لهم وهنيئاً له هذه الشهادة. والمثل حسن فليبكي الباكون. أكيد إحنا في صدد استشهاد سيد المقاومة وصاحب اللواء في المقاومة السيد حسن نصر الله وآخر التداعيات والتطورات في هذا الشأن. أهلا بكم في التغطيات المستمرة من الأيام الفضائية، نبدأها بعد الفاصل. بداية أكيد مشاهدينا أرحب بضيوفي في الاستوديو الأستاذ جمعة العطواني رئيس مركز أفق للدراسات، أهلا بك. مرحبا ستة. وعبر سكايب الأستاذ علي السبيتي باحث بالشأن السياسي من بيروت، أهلا بك أستاذ علي. أبدأ معك أستاذ جمعة، أكيد أنتم قرأتوا كلمة النائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم، وقال في بداية الحديث أو من ضمن الحديث تعزية، وأكيد المقاومة جاهزة لكل الاحتمالات والمواجهات القادمة. كيف قرأتم أكيد حديث النائب؟ بسم الله الرحمن الرحيم، أجدد التحية بحضرتك أختنا العزيزة وضيفك الكريم ومشاهدي قناة الأيام الأفاضل. نجدد التعازي والتبريكات في نفس الوقت، التعازي لمرجعياتنا الدينية وإلى الأحرار في العالم وإلى رجالات وشعب محور المقاومة الأبي بهذه الفاجعة والمصيبة الكبرى التي ألمت بنا جميعا بفقدان العلامة كما وصفه المرجع الأعلى السيد السيستاني، قال عنه العلامة المجاهد الكبير القائد السيد حسن نصر الله. ولكن في نفس الوقت نبارك بسماحة سيد شهداء المقاومة السيد حسن نصر الله بهذه الخاتمة السعيدة التي ختم حياته فيها، وهي بالتأكيد تذكرنا بالخاتمة السعيدة لأجداده من أئمة الهدى أمير المؤمنين عليه السلام وسيد الشهداء أبي عبد الله الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام. وهذا هو ديدن الثائرين والمجاهدين، أن تكون نهايتهم على يد أقدر خلق الله، وهنيئا له هذه الشهادة وهذه الخاتمة الطيبة السعيدة. سماحة السيد عندما عرجت روحه إلى السماء بالتأكيد ترك إرثا كبيرا، هذا الإرث الكبير متمثلا بتلك القيادات الشبابية التي ربيت على أخلاقيات وجهاد سماحة السيد نصر الله. لهذا عندما يتحدث نائب الأمين العام جيل كامل لمقاومة من 92 إلى يومنا هذا أكثر من 32 من قبل، هو من شبابه من زمن السيد عباس الموسوي. أكيد لكنه أنا أتحدث على مستوى القيادة عندما أصبح قائدا لحزب الله من عام 92 إلى عام 2024، يعني 32 عام. بالتأكيد الشباب الذين كانوا يحبون وهم أطفال صبية بالتسعينات الآن هم قيادات في ميدان المواجهة مع الكيان الصهيوني، ولهذا عندما ذهب وهو قرير العين. صحيح. ميزة حزب الله أنه فيه قيادات ميدانية كثيرة جدا وتمتلك من الخبرة والميدانية والممارسة العملية في مواجهة العدو الصهيوني، ما يجعلها أولا تحتوي الصدمة الكبيرة التي حدثت في لبنان وكل محور المقاومة، وثانيا في استيعاب هذه الصدمة وردة الفعل التي تتناسب مع هذه الصدمة بنفس القوة وبعكس الاتجاه. ولهذا عطفا على سؤالكم، ما تحدث به سماحة الشيخ نعيم قاسم هذا اليوم في كلمته إنما تعبر عن طبيعة ذلك البنيان الذي أسسه قيادات حزب الله ابتداء من السيد عباس موسوي وصولا إلى سماحة السيد الشهيد القائد حسن نصر الله، مرورا ببقية القيادات الميدانية فؤاد شكر عماد مغنية وهكذا. إذن لا يمكن أن يختل التوازن في الجسد العسكري لحزب الله. نعم هنالك ثمة فقد لرمزية كبيرة،
ليس فقط لحزب الله بل لكل محور المقاومة. وتحديدا أنا دائما أقولها اليوم، أنا أشعر بأن قلب السيد الولي يتقطر دما. الإمام الخامنئي اليوم أكثر شخصية مفجوعة في هذا الفقدان الكبير. لماذا؟ لأنني أتصور، وكما قرأنا برسالة السيد القائد سيد شهداء المقاومة السيد نصر الله، كيف أنه يوصي بالالتفاف والذوبان بالسيد الإمام الخامنئي. فأعتقد أن مكانة نصر الله من الإمام عند الإمام الخامنئي كما كانت مالك الأشتر عند أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام. نعم فقدان كبير وموجع، لكن أعتقد أن ردة الفعل سوف تكون كبيرة وكبيرة جدا، وهذا ما شاهدنا الآن البارحة واليوم. أمطرت قيادات ورجالات وشباب حزب الله العدو الصهيوني بأضعاف من الطائرات المسيرة والصواريخ البالستية التي وصلت إلى أهدافها بدقة. الطائرات المسيرة والصواريخ التي أسقطتها ما يسمى بالقبة الحديدية أقل من الطائرات والصواريخ التي وصلت إلى أهدافها. هذا إنما يعبر عن طبيعة الثبات، عن طبيعة الإيمان، عن طبيعة المسؤولية المضاعفة التي ألقيت على رجالات وشباب حزب الله. أحسن. أنها لابد من أن تأخذ بثأر السيد نصر الله وتستمر في ديمومتها بزخم الانتصار. ننتقل إلى الأستاذ علي السبيتي من بيروت، نرحب بك من جديد. أكيد في خطاب نائب الأمين العام الشيخ نعيم قال في نحن لدينا الجهوزية الكاملة ومستمرون، ماذا تعني الشهادة نصر الله لكم وأيضا للمقاومة؟ يعني لا شك بأن الشهادة بالنسبة لحزب الله وبالتالي للفكر السياسي والديني الذي يعتمده حزب الله يشكل انتصارا لا يشكل انتصارا. لذلك الشهادة هي انتصار، هي خط، هي طريق، هي معبر. لذلك تسهم شهادة أي إنسان في أي موقع من المواقع التي يقودها في حركته الجهادية والنضالية إلى الفوز الأكيد، سواء له ببعده الدنيوي أو ببعده الأخروي. وهذا الفهم هو سيطر على مسلك وسيرة ومسيرة حزب الله منذ البدايات. يعني اعتمد حزب الله منذ تأسيسه على الشهادة كمنطلق أساسي لإعادة قوته ولدفعه في الوسط الاجتماعي وفي الدنيا السياسية، وبالتالي هو وصل إلى ما وصل عليه هو ومن موقع من خلال الشهادة. لذلك الشهادة بالنسبة له هو نصر وانتصار، وبالتالي تعطيه الكثير من الدفع. الشهداء الأوائل صنعوا هذا التاريخ. سماحة السيد عباس النيسو من خلال شهادته، من خلال موقعه كأمين عام، من خلال تجربته، من خلال دوره الريادي والطبيعي، ساهم في دفع حزب الله إلى الأمام بخطوات كثيرة، ولذلك اقتصر على الحزب الكثير من سنوات العمل من أجل أن يكون في هذا الموقع وفي هذه التقدمية. والآن تأتي شهادة سماحة الأمين العام السيد حسن نصر الله لتكون بهذا النقطة، بهذا المنحة الذي يدفع بحزب الله إلى أن يبقى مستمراً وأن يبقى في طليعته الجهادية والنضالية. ورغم الاعتراض بأن هناك ثغرة وثغرات فتحت في جدار الحزب نتيجة هذا الكم من الاستهدافات لكثير من القيادات الأساسية والتي لعبت وأسهمت في بناء مسيرة حزب الله، وهؤلاء طبعا بمواصفاتهم الشخصية لا يتكررون، ولكن على المستوى التقني والفني والإعدادي هناك من يتمكن من ملء الفراغات التي أحدثوها، لكن يبقى الفارق طبعا نسبي لأن لهؤلاء أدوار ريادية أساسية. الظروف مختلفة، عندما كانوا يعملون لم تكن الحالة على ما هي عليه الآن. هم عملوا ولم يكن لحزب الله هذا الدور، ولم تكن له هذه المكانة، ولم يكن بهذا الحجم. هم كانوا المؤسسون الأوائل لهذه المسيرة، وهم يملكون الكثير من الأدوات التي قد تفتقد إليها الآن هذه القيادات التي البدائل، ولكن تجربة هؤلاء انعكست بشكل طبيعي
على القيادات البديلة، ومن ثم التجربة الواسعة حزب الله لم يهدأ، يعني منذ 82 حتى الآن حزب الله لم يهدأ، هناك عدة أجيال انتمت إلى هذا الحزب. نعم. وهذه الأجيال عركت في الحياة، ناضلت، جاهدت، وما زالت في هذا الموقع الجهادي، وهي تعد نفسها باستمرار من خلال تقدم وسائل وأدوات الحرب. لذلك نحن نرى جهوزيات عالية وكفاءة نضالية وقتالية في مساحات القتال وفي مساحات الأعمال الأخرى، سواء أمنية إلى سياسية إلى صحية إلى اجتماعية إلى تربوية إلى كل الخدمات التي يقوم بها حزب الله. ومن ثم فإن اعتبار حزب الله كما يصفونه سواء الحلفاء أو الخصوم هو دولة. نعم. وهذه الدولة استطاعت وتستطيع أن تمتص الكثير من الخسارات التي تمنى بها، لذلك هي امتصت هذه الخسارة، هذه الدولة بكل إمكانياتها وقدراتها امتصت هذه الخسارات بشكل فعلي، عندما وهذا ما وضحته قراءة الشيخ نعيم قاسم بأن تركيبة الحزب غير 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 قابلة للهدف، غير قابلة للانتصار، غير قابلة لجرحها في العمق، هي البدائل تقوم مكان الأساسيين. نعم. وبالتالي أستاذ علي سأعود لك. نعم أحسنتم. أبقى قائمة ودائمة. نعم أحسنتم كما أشار أن الشهادة هي انتصار وليست انكسار. بالحديث منذ هي 3 أيام أو بالنسبة لنا هو ليلتين ونصف ساعات صعبة جدا بعد استشهاد السيد، البعض يمكن لم يصدق ولم يدركها إلى حد الآن، لكن إشارة مهمة جدا. أولا الكيان الصهيوني أشار إلى مقتل 20 قائد مع الشهيد، واليوم النائب بعد 3 أيام كما وصفوا أنه اليوم كان له بيان بأنه لا، نفى باستشهاد 20 قائدا، والذي استشهد مع السيد هو المجاهد علي كركي. اليوم إحنا أمام منظومة إخبارية وإعلامية خطيرة ووصلت بيننا، وللأسف الشارع العراقي يصدق. كيف ممكن أنه نعزز ثقتنا بإعلامنا؟ أكيد هذا واجبنا، برأيكم أستاذ؟ بالتأكيد. أولا ابتداء شوفي، قيمة الشهادة هي ليست قرار بقدر ما هو تتويج. نعم. لجهود وجهاد مضني. هذا الجهاد الذي قال عنه أمير المؤمنين عليه السلام ألا وأن الجهاد باب من أبواب الله فتحه الله لخاصة أوليائه. أحسن فعلا. وحتى في الجهاد ليس كل من دخل مضمار الجهاد. نعم. سوف تختم بالشهادة فعلا. ولهذا أعتقد أيضا علماءنا العرفاء لا ينالها إلا ذو حظ عظيم، إلا ذو حظ عظيم، رزق من الله سبحانه وتعالى. نعم. وهذا الرزق بالتأكيد لم يأتي عبثا، وإنما لعلم الله سبحانه وتعالى بطهارة سريرة الشهيد وأهدافه النبيلة. علماءنا العرفاء يقولون أن روح الشهيد تطارد الظالم بعد استشهاده أكثر من مطاردتها له وهو في حياته. ولهذا تشوفين أثر الشهيد. نعم. المعنوي وهذه المعنويات الكبيرة والصبر الذي يتحمله رجالات قيادات أبناء الشهداء وتلاميذ الشهداء يعطيهم زخما كبيرا. هذا الزخم المعنوي نابع من تلك النفحة الروحية للشهداء. هم موجودون بيننا حقيقة لكننا لا نراهم، هم أيضا يدعون الله سبحانه وتعالى وهم في عليائهم. الحرب كما هو معلوم واجهة منها الظاهر منها هي حرب عسكرية، لكن المعركة معركة كبيرة. صح. واحدة من أخطر المعارك هي المعركة الإعلامية. نعم. واليوم رأينا ثمة هجمة إعلامية كبيرة وشعواء سواء في العراق أو في بعض مناطق الخليج أو الإعلام الخليجي أو حتى أو بعض القنوات المطبعة. لما نتحدث عن الخليج يعني خليج مطبع بقضه وقضيضه بسياسيه. وبالمناسبة الآن ثبت بالدليل القاطع وكما قال سيد الشهداء المقاومة أن دول الخليج مشاركة في اغتيال السيد حسن نصر الله، هو قالها، قال الذي استهدفني أو يحاول أن يستهدفني هم 3 أطراف، أمريكا، وقال لدينا معلومات من رجالات سياسيين في المنطقة، والكيان الصهيوني وولي العهد السعودي محمد بن سلمان.
فبالتأكيد الإعلام السعودي والخليجي سوف يذهب بهذا المنحى. بالعراق أيضا لدينا إعلام مطبع، هذا الإعلام المطبع سواء من خلال الشخصيات الإعلامية، من خلال السوشيال ميديا، من خلال القنوات الفضائية، الآن مصداق حقيقي لقول المعصوم: اليوم الذي فرحت به آل أمية وآل أبي سفيان وآل زياد. هذا هو اليوم، كأنما التاريخ يعيد نفسه. حسين العصر في هذا اليوم هو نفس الحسين المعصوم ما عدا العصمة. أنا أنظر إلى سيد شهداء المقاومة أقول: نزلوه من العصمة وقولوا فيه ما شئتم. حسن نصر الله، هذا حسن نصر الله الذي خبر وعجن بعجينة أهل البيت سلام الله عليهم. ولهذا الآن نحن في إرهاصات كربلاء. إذا تنظرون للإعلام على مستوى الشخصيات الإعلامية، على مستوى القنوات الفضائية، على مستوى السوشيال ميديا، تجدين آل أمية وآل أبي سفيان وآل زياد الآن بكل تجلياتهم، وهم هؤلاء جزء من المحور الصهيوني. وهذا أمر ليس بغريب، أحيانا يدسون السم بالعسل، يتباكون على سماحة السيد وهم بالأمس يلعنوه. الآن بعض الإعلاميين يخرج في وسائل الإعلام متباكيا على سماحة السيد الشهيد، ولكن في نفس الوقت يغمز إيران. لماذا لا تتدخل إيران؟ لماذا لا تقصف إيران؟ وكأننا في لعبة كرة قدم، وكأننا في لعبة صبية. وهكذا البعض من الإعلام يقول خلاص. طيب انتهى، ما هو دور انتهى إيران حزب بعد الله. استشهاد السيد؟ سوف أأتي لهذا الموضوع. سياسياً؟ نعم. مقاومة. البعض الآخر أيضاً بدأ يتحرك باتجاه أن حزب الله انتهى، وأن هنالك 20 قائد بحزب الله في اجتماع واحد، وإلى غير ذلك. هذه الحالة الإعلامية والشو الإعلامي من أجل إيجاد ثمة حرب نفسية، أكو جبهة بالحرب النفسية يستخدمها الجانب الإعلامي. لهذا ظهر السيد سماحة الشيخ والنائب الأمين العام لحزب الله وأكد بأن القضية ليست في هذه التهويلات الكبيرة وإلى غير ذلك. ورغم ذلك لدينا قيادات كما يقول خط ثاني وخط ثالث وإلى غير ذلك. المعركة معركة فيها اتجاهان، اتجاه يذهب باتجاه حرب الاستنزاف، واتجاه الآخر يريد حربا شاملة. حرب الاستنزاف الخاسر الأكبر فيها هو الكيان الصهيوني. لماذا؟ لأننا على وشك أن نمر بعام كامل، عام كامل على معركة طوفان الأقصى، وكانت المعركة مباشرة ما بين الحركات الجهادية في غزة وما بين الكيان الصهيوني وبقية أطراف محور المقاومة تتحرك ضمن ماذا؟ قواعد الاشتباك. عام كامل، رقعة جغرافية محاصرة برا وبحرا وجوا، لم يستطع العدو رغم ما كنت العسكرية الهائلة وما كنت الإعلامية الكبيرة وما كنت الاستخباراتية الأكبر، لم يستطع أن يحرر أسراه، بل لم يعرف أماكن تواجد الأسرى. هذه تمثل هزيمة كبرى. إذن كلما تأخر وقت الحرب فإن العدو هو الخاسر الأكبر. الآن مئات الآلاف من النازحين من مناطق شمال فلسطين وغلاف غزة وغيرها الآن في تل أبيب، والبعضهم أيضا هاجر خارج فلسطين. نعم. المحتلة. إذن الحرب الاستنزاف هي الحرب التي يتحرك بها محور المقاومة. ولهذا اليوم في خطاب سماحة الشيخ نعيم قاسم قال: لم نستخدم غالبية قدراتنا العسكرية. سميتها حرب الاستنزاف للعدو، حرب الاستنزاف للعدو. ولهذا حزب الله الذي يمتلك مئات الآلاف من الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة لم يستخدم إلا جزء بسيط منها. لماذا؟ لأنه وطن نفسه على حرب الاستنزاف، ولهذا هو يتعامل وفق المعطيات التي تحدث. نحن نؤمن بأن القادم أقوى وأفضل إن شاء الله، وانتصارات قادمة. تقل أستاذ علي، أستاذ علي أكيد بعد ذكرنا بأنه من أبرز الشخصيات التي استشهدت مع السيد هو المجاهد علي كركي. من هو علي كركي وما هو دوره في ساحة القتال، وكيف سد ثغرة استشهاده، وهو أصلا إحنا لم نلاحظ أن هناك ثغرة عند استشهاده؟ شريف بالقبل لكركي وينتمي كما ذكرت إلى الجيل المؤسس الجهادي الطبيعي في عمل المقاومة. هو منذ عام 82 كان مقاوما ضد الاحتلال الإسرائيلي عندما اجتاح بيروت، واستمر في عمله المقاوم وتطور من خلال هذا العمل إلى أن أصبح مسؤول الجهاز العسكري في الجنوب. له هذه
موقع أي العسكرية المتقدمة لإدارة العمل العسكري بوجه الاعتداء الإسرائيلي والاحتلال الإسرائيلي. هو يملك سجل حافل من التاريخ الجهادي، ابتدأ مقاوما وأصبح قائدا نتيجة هذا الخط الطويل والمسار الطويل في حركة الجهاد ضد العدو الإسرائيلي، إضافة إلى قدراته وإلى أمنياته الكثيرة التي أسهم من خلالها إلى أن يكون شخصا غير مرئيا وغير معروفا لكثير من الأوساط الجنوبية واللبنانية. لذلك لم يعثر على أي صورة له قديما حديثا. لذلك هو شخصية أمنية عسكرية ساهم في تطوير بنية الحزب الأمنية والعسكرية، وساهم في أكثر الأعمال الميدانية والحروب التي فتحت قيل منذ عام 82 حتى 2024 من جبهة الإسناد لغزة حتى ومنذ عام 30 اشتياق، هو ما زال في هذه المعركة في هذه الساحة مقاتلا ومقاوما وقائدا. لذلك تاريخ المحافل لا يمكن أن يختصر ويختزل بفترة صغيرة. لذلك إسرائيل عندما تستهدف هذه الشخصيات تستهدف السيرة الطويلة لهم، تستهدف موقعهم الطبيعي كما ذكرت، تستهدف هذه القدرة التي تمكنت من بناء هذا الحزب الضخم وهذه الصورة التي وصل إليها هذا الحزب. هم الذين شكلوا نواتها الأولى وشكلوا شخصيتها وشكلوا روحها وتقدمها. لذلك هذه الشخصيات شخصيات كبيرة جدا، ليس من السهل طبعا مقاربتها في سويعات أو في دقائق. هذا تاريخ الحزب، يعني هم يمثلون تاريخ الحزب، تجربة الحزب، نجاح الحزب، تهيئات الحزب، قدراته كيف يصل إلى هذه المكانة، إلى هذه القدرة العالية. هؤلاء الجيل الأول، المؤسسون الأوائل، هم الذين كونوا هذا المكون التاريخي لهذا الحزب. لذلك هم استحقوا هذه الشهادة، استحقوا أن يكونوا بهذه الخصومة من قبل العدو الإسرائيلي، لأنه يعرف أنهم أوجعوه، أنهم أبقوه، جرحوه، أنهم أسهموا فيه كثيرا كشفوا عن ضعفه، عن وهمه في كثير من الحروب، في حين كانت صورة إسرائيل لا تهتز. لقد هزها أبو الفضل، وهزها فؤاد شكر، وهزها عماد مغنيلي، وهزها بالقطار، أسماء كبيرة جدا في بنية الحزب الجهادية، هز الصورة الإسرائيلية. هذه الصورة التي لم تهتز منذ عام 42، والتي كانت تشكل رعبا لمليون وسبعمائة ألف مسلم وعربي، إضافة إلى أن حتى دول في الشرق تخاف من إسرائيل. لذلك هؤلاء هزموا إسرائيل في كثير من الحروب وفي كثير من المواقع منذ اجتياح 82 وخروج إسرائيل عام 85 الجزئي، ومن ثم 2000 إلى معارك 2003 و2006 إلى كثير من هذه المعارك التي فتحت. استطاعوا هؤلاء أن يقولوا أن إسرائيل فعلا هي ضعيفة، ولولا الولايات المتحدة الأمريكية لكانت فعلا هي أوهم من قيد العنكبوت، ولكن قدرات الغرب وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية هي التي تعطي هذا المنفوذ وتعطي هذه القدرة لإسرائيل. ولولا ذلك فضح هؤلاء الشباب، فضحوا إسرائيل، فضحوا مكانة إسرائيل، فضحوا الرعب الإسرائيلي الذي كان يدفع كل قلب عربي. لذلك نحن أمام جهابذة أقوياء في قلوبهم، بإيمانهم، بروحهم التي عرجت إلى الله قبل أن تستشهد. هذا إيمان أكيد، لم تحس بأي ألم، هذا أكيد، هذا هو هذا طريق الشهداء. أستاذ علي سعود، لك مثل ما وضح بشخصية أستاذ جمعة، وضحنا شخصية الشهيد علي كركي وأنه مجاهد طول هذه السنوات، وترى بتربية المجاهدين اللي هو مو سوشيال ميديا، مو يعني صورة منتشرة أو غيرها، هو جهادة منتشر. واليوم أشار النائب الأمين العام بأنه إحنا نبدل الكوادر بالكوادر البديلة. أنا أؤمن شخصيا بأن كل دولة كما يسموهم أو مؤسسة أو حزب الله كلهم هم قادة،
بديل عن بديل مستمر لآخر شخص وآخر مهمة وشخصية في هذا الحزب وفي هذا الجيش هو قائد، ما هو رأيكم؟ ميزة رجال الله الغالبية العظمى منهم أنهم مجهولون لأهل الأرض، نعم، معروفون لأهل السماء. أحسنت. لا نعرفهم إلا بعد أن ينالوا الشهادة. الميزة الأخرى لرجالات الله أن قادتهم شهداء وشهداؤهم قادة. أحسنت. عندما ترمقين ببصرك على كل دول محور المقاومة تجدين صور قيادات رجالات المقاومة كلهم شهداء. نعم. حزب الله بالعراق، المجاهدين الذين قارعوا الاستبداد البعثي الإجرامي، أو الذين قاتلوا الاحتلال الأمريكي البغيض، أو الذين قاتلوا داعش الإرهابي التكفيري المدعوم من كل دول العالم. هذا التحالف الداعشي هو نسخة مما يحصل الآن في غزة وفي لبنان، أيضا تحالف دولي ضد العراق، لكن الواجهة كانت هي تنظيمات داعش الإرهابية. نعم. كما الآن تحالف دولي كبير وكبير جدا، لكن الواجهة هو نتنياهو والكيان الصهيوني. تجدين صور القادة هم كلهم شهداء، وهذه هي ميزة رجالات الله ورجالات محور المقاومة. ولكن لأننا أو أغلبنا على قد تقدير، نعم، لا يعرف القيادات الحية لحزب الله ولبقية رجالات محور المقاومة، يتصور بأن الأمر قد انتهى، لأن الرجالات الظاهرة عماد مغنية، فؤاد شكر، سماحة سيد شهداء المقاومة حسن نصر الله، إسماعيل هنية، قاسم سليماني، أبو مهدي المهندس، والقائمة تطول، قد انتهوا. إذا انتهت المعركة وخلص. لماذا؟ لأننا نجهل القيادات المجهولة في الأرض المعروفة في السماء. ولهذا الآن تنظرين على أن هنالك عام كامل لدى رجالات حماس والجهاد الإسلامي وهم صامدون. فعلا. صامدون بماذا؟ نعم، نؤمن، لا نستبعد بأن الله سبحانه وتعالى قد يبعث ملائكة يقاتلون كما بعث في معركة بدر، لكن هنالك رجال ميدانيين حقيقيين. ما أن عرجت روح إسماعيل هنية إلى السماء حتى جاء السنوار وبقية قيادات رجالات حماس. الآن في حزب الله نفس التجربة تتكرر، نفس التجربة تتكرر، لكننا لين أن نجهل حقيقتهم وهويات القيادات الآن الحالية، فبالتأكيد البعض يتخوف. ولكن أولا إيماننا المطلق بقدسية المعركة وقدسية الشهداء وإلهية المواجهة، ما بين الحق المطلق وما بين الباطل المطلق، هو الذي يجعلنا مطمئنين على أن النصر يكون حليف محور المقاومة، وعلى أن الفراغ الهائل والكبير الذي تركه سيد شهداء المقاومة السيد نصر الله سوف يملأ من رجالات حزب الله وبقية محور المقاومة. أحسنتم. خلينا نحكيها واقعا، أنا اليوم إذا ما كنت واثقة من نفسي ومتأكدة أكيد أنكر شيء ما. كيان الصهيوني قال نحن ندعو، وهذه أمنياته، أنه إيران لا تتدخل عسكريا ويحذر كما يقول. اليوم النائب قال نحن مستعدون للدخول البري، إذن هم على أتم جاهزية. هذا يخلينا توازن، الكفة ترتفع للمقاومة، لأن الكيان أراد ودعا لعدم المواجهة، لعدم إمكانيته برأيي. ما هو رأيك؟ يعني قبيل استشهاد السيد الشهيد نصر الله 4 أيام فقط من بداية معركة بيروت أو جنوب الضاحية، العدو هو الذي أذعن وذهب إلى الإدارة الأمريكية قال لنقف ونقبل بوقف أطلاق النار مقابل أن نفصل جبهة لبنان عن جبهة غزة. يعني العدو يعرف قدرات حزب الله طبعا، ولهذا هو قبل أو توسل بالإدارة الأمريكية من أجل الضغط على حزب الله حتى تقف المعركة، ويتم التعامل مع حزب الله بمعزل عن ماذا؟ عن حركة الجهاد. لكن في آخر خطاب لسيد شهداء المقاومة السيد نصر الله ماذا قال؟ قال هدفنا الوحيد والوحيد أن وقف إطلاق النار في غزة هو السبيل الوحيد لوقف إطلاق النار في بيروت. لماذا؟ لأن جبهة المقاومة واحدة، الساحات هي موحدة، العدو واحد ومحور المقاومة واحد. هذه كل الشهداء التي قدمناها في غزة وفي لبنان وحتى في العراق وبقية أطراف محور المقاومة
في الجمهورية الإسلامية أيضا كبار الجنرالات قدمناهم في سوريا وفي المعركة ضد الكيان الصهيوني من أجل غزة، غزة التي تمثل قرة عيون المجاهدين والمقاومة. إذن القدرات العسكرية لدى حزب الله يعيها العدو قبل أن يعيها غيره، ولهذا هو متيقن الآن بالأخبار كبار الجنرالات يقولون لدى حزب الله قدرات عسكرية كبيرة وهائلة لم يستخدموها بعد، وفعلا هو صادق في هذا القول وسبق وأن قلناه. لكن لماذا لم يستخدموها؟ لأنه وطن نفسه إلى حرب طويلة. الآن الحرب الطويلة، القابلية والقدرات بالحرب الطويلة لدى الكيان الصهيوني بالتأكيد لا تعادل شيء أمام القدرات لدى ماذا محور المقاومة، ولهذا هو ذاهب إلى إشعال المنطقة بكاملها. الآن هذا الوتر اللي يضرب عليه، لماذا إيران لم تدخل؟ لماذا إيران لم تضرب؟ هذه قد تكون كلمة حق يراد بها باطل. لماذا؟ لأنه يعلم جيدا هم يريدون الحرب الشاملة. كما إذا إيران دخلت على, على, على خط المواجهة نعطي الذرائع للكيان الصهيوني بأن يقوم بالرد على إيران أو لا. أمريكا إلى هذه اللحظة التي نتحدث بها، ماذا يقول وزير خارجيته ومستشار الأمن القومي وحتى الرئيس بايدن؟ يقول الكيان الصهيوني بتعبير إسرائيل خط أحمر، ندافع عن إسرائيل. إذن بمعنى أنها سوف تحصل حرب مباشرة ما بين أمريكا وما بين محور المقاومة، ويبقى الكيان الصهيوني متفرجاً. عند ذلك المنطقة بكاملها هو الكيان ما راح يبقى متفرج. ليش؟ لأن هو بداخله في صراعات على الحكومة وسيقتل نفسه بنفسه. يعني هم عندهم صراعات بين الحكومة في الكيان. خلينا نسأل أستاذ علي. قصدي أنه يعني أمريكا تكفيه المؤونة. اعتبار قدرة عسكرية هائلة لديه. طيب أستاذ علي، البعض يرى بأن الكيان الصهيوني هذه الهالة التي لا تكسر ولا نتغلب عليها. ما هو رأيكم وما هو تعريفكم للكيان الصهيوني؟ قلت بأن هؤلاء الشباب استطاعوا أن يشوهوا الصورة الإسرائيلية الجميلة في نظر الغرب وفي نظر العالم. شوهوا قوتها، شوهوا سيطرتها، وأنها الذراع التي لا تلوى في الشرق الأوسط والتي تعمل لصالح الغرب وخاصة لبلاد المتحدة الأمريكية. كسرت إرادة الغرب من خلال كسر الإرادة الإسرائيلية في منطقة الشرق الأوسط من خلال هؤلاء الشباب الذين نزعوا هذا القناع القوة عن إسرائيل وأظهر وجهها الحقيقي الضعيف. لكن هذه التجربة الآن تحتاج إلى إعادة استكمال. الآن هناك واقع أن حماس الآن تقاتل وحدها في مساحة جغرافية ضيقة جدا، من خلفها البحر وأمامها حدود مسكرة وأمامها عدو مفتوح عليها، وبالتالي هي ما زالت في بعض المحاور تحاول دائما أن تبقى في تبني شبهة صمود أمام هذا الاجتياح الإسرائيلي لغزة دون أن يكون هناك أي إمداد، دون أن يكون هناك أي مساعدة. ولولا جبهة الجنوب لما تمكن الغزاويين حتى الآن من الصمود. يعني منطقة مقفلة كيف يمكن لها أن تصمد في ظل أزمة تتفاقم يوما بعد يوم من خلال الكثافة السكانية الموجودة في غزة؟ رغم ذلك نحن لم نرى إلا جبهات الإسناد، جبهات محور المقاومة هي التي استطاعت أن تبذل الكثير مما تملكه من أجل إسناد غزة وإظهار قوتها دعما لغزة. لكن استمرارية هذا الدعم هل يتمكن من خلال أن تبقى قوى حماس وفصائل أخرى في المقاومة قادرة على المواجهة؟ هذا حتى الآن يبدو أنه يحتاج إلى إجابة من قبل الواقع الفلسطيني نفسه، الذي بدأ هذا الواقع الفلسطيني أولا من خلال السلطة الفلسطينية التي تمايزت عن حركة حماس وعن فصائل المقاومة وذهبت باتجاه منطقة التسويات والتعاطي مع المناخ العربي والمناخ الإقليمي والدولي، الذي يقول بأن المطلوب هو إخراج حماس من المشهد السياسي وإعطاء السلطة الفلسطينية المكان البديل في غزة وفي المساحة الفلسطينية الأخرى.
هذا يضر الآن في منطقة المقاومة وفي حركة المقاومة داخل غزة، وهذا ما يفتح شهية الشعب الفلسطيني من خلال أزماته، من خلال منكوبيته، إلى أن يخرج على حماس. ونحن حتى الآن نرى أن نتيجة العلاقة القوية ما بين حماس وبين الشعب الغزاوي، حتى الآن هذا الشعب ما زال مسيطرا على وضعه ويدعم بشكل أو بآخر منطق وقدرات حركة حماس، ولم يعبر إلا يماما عن موقفه ضد حماس وضد ما فعلته. ولكن هل هناك إمكانية للبقاء في هذا الخط الصمت، أم أن هناك إمكانية لزحزحة هذا الموقف الشعبي، وبالتالي أن يصبح هذا الشعب مفتوح أمام احتمالات أخرى تضر بحركة حماس وتضر بحركة المقاومة؟ هذا بتقديري خاضع للظروف القادمة. إذا ما كانت صعبة سوف يكون الجواب صعب على هذا السؤال. هذا بما يخص الوضع الفلسطيني. أما الوضع اللبناني، أنا أعتقد حتى الآن يملك حزب الله إضافة إلى رصيده السياسي في لبنان من خلال حلفائه، وخاصة من خلال دور الرئيسي للرئيس نبيه بري، دور طليعي في هذا المجال، وهو يملك الحكمة السياسية المطلوبة لتصحيح الوضع وانتهاز الفرص، ليس بس انتهازه، هو يتمكن من انتزاعها انتزاعا من قبل الطروحات الأوروبية والأمريكية. لذلك نحن نقول بأن الآن هناك جبهة سياسية تحمي المقاومة وتحميها المقاومة. هذه الجبهة السياسية هي ممثلة بالحكومة، ممثلة بالرئيس بري، وممثلة بالقوى السياسية التي تساهم في هذه الحكومة، والتي تلعب دوراً أساسياً في تحصيل وانتهاز الفرص من أجل تفويت الفرصة، على كما ذكرت بأن هناك عدوان إسرائيلي يبحث عن حرب مفتوحة على إيران. هذا كل غاية وغي إسرائيل أنها تريد قطع رأس إيران في هذه المعركة من خلال جلب الولايات المتحدة الأمريكية إلى هذه الحرب، عندما تقوم إيران بأي رد فعل ضد إسرائيل، لأن الولايات المتحدة الأمريكية أعلنت بشكل واضح أن أي هدف ضد إسرائيل هو هدف ضد أمريكا، وسوف نتعاون معه على أنه عداء لنا، وبالتالي سوف نكون بالجبهة المفتوحة مع إسرائيل ضد إيران. إذا هناك معركة يراد من خلالها قطع رأس إيران، ولذلك إيران حتى الآن تعمل بنفس دبلوماسي. يعني هي منذ بداية معركة الطوفان بذلت بالسياسة والدبلوماسية ما يقارب 50-60%، والباقي استخدمته في تدعيم جبهة المقاومة وفي تلبية نداءات الفلسطينيين والغزاويين من خلال محور المقاومة. لذلك هي عملت بشكل متناسق ما بين الدبلوماسية وبين المقاومة، لأنها تعلم أستاذ علي سأعود لك هنا معركة والمعركة تراد من خلالها قطع رأس إيران، وإيران بالتأكيد لم تعطيهم رأسها. أكيد. وسائل إعلام إسرائيلية أعلنت يعني هذه الإعلان الأول من نوعه، يعني بأنه الجليل الغربي أصاب بممكن بعض الأضرار، صفارات الإنذار تدوي في الجليل الغربي وعكا وخليج حيفا يوم أمس، 1,000,000 شخص إسرائيلي دخل إلى الملاجئ يوم أمس، كانت ليلة صعيبة وما زالت مستمرة إلى هذه اللحظة باستهداف الكيان. مع ذلك البعض يقول بأنه الكيان لا يهزم مثل ما أشرت قبل قليل، وأنه مصالحنا نريدها أولاً ولا تدخلونا بالموضوع، ولا يريد أن الحرب تتوسع. هؤلاء هم المثبطون الذين قرأنا عنهم في التاريخ، وهم المنافقون الذين نزل بهم سورة كاملة من القرآن الكريم يحدثنا الله عن مواصفات المنافق، يتحدث بلغة إنسانية، بلغة وطنية، قد تكون بلغة قومية، النأي بالنفس، ما لنا وذاك، الوقوف على التل أسلم. هذه المصطلحات سمعناها في معركة صفين، في معركة الجمل، وفضلا عن معركة أحد وإلى غير ذلك من المعارك الإسلامية التي مرت على مر التاريخ. فلا نستغرب مثل هكذا
مواقف العدو لا يقهر. يا عزيزي العدو لا يقهر، سنة كاملة رقعة جغرافية بضعة مئات كيلومترات وأمام فصائل المقاومة محصورة ما عدا الهواء يصلها. فصائل المقاومة أعلنت يوم أمس باستهدافات مؤكدة ولكن لا عدها العدد يمكن القتلى الكيان أو أكيد غير. لا، الواقع الميداني يقول الآن العدو قبل الصليب. نعم. هل استطاع العدو أن يسيطر على غزة سنة كاملة؟ أبدا. هل استطاع العدو أن يحرر 100 أسير في رقعة جغرافية؟ هذا ما يحتاج إلى تنظيرات أو حديث عن عواطف أو كذا. إذا تسألين نتنياهو فضلا عن الصهاينة العراقيين أو غير العراقيين العرب، الآن 100 أسير أو 120 أو 30 أسير الآن حررتوهم؟ لا. وين موجودين؟ ضمن رقعة جغرافية. هل تستطيعون أن تصلون إليهم؟ لا نستطيع. إذن هذا الكيان الذي لا يستطيع أن يصل إلى أسراه في بضعة مئات كيلومترات، هل هو كيان قوي أم ضعيف؟ ضعيف. أكيد ضعيف. الكيان العام كامل لا يستطيع أن يعيد المستوطنين إلى غلاف غزة، ضعيف أم قوي؟ ضعيف. الكيان الذي لا يستطيع أن يعيد المستوطنين أكثر من 150 ألف مستوطن إلى شمال فلسطين المحتلة، ضعيف أم قوي؟ ضعيف. الكيان الذي لا يستطيع أن يمنع سقوط الطائرات المسيرة والصواريخ البالستية على مقر الموساد في ضواحي تل أبيب فضلا عن الجليل في الشمالي أو الجليل الغربي، ضعيف أم قوي؟ هذا بالتأكيد ضعيف. الكيان الذي لا يستطيع أن يغتال سيد شهداء المقاومة إلا بقنابل تقريبا 80 طن من الأسلحة الأمريكية، هذا قوي أم ضعيف؟ بالتأكيد ضعيف. الكيان الذي لا يستطيع إلا بزخم خليجي وإعلام خليجي وحرب كونية أوروبا فرنسا بريطانيا أمريكا تقف معهم وعام كامل لم يستطع أن ينهي معركة، هذا كيان ضعيف أم قوي؟ الواقع يتحدث، لا نتحدث بعواطف. ولهذا لا نستغرب من هذا البعض. البعض الآن يخشى المتصهين، أقصد خطابنا مو مع الكيان الصهيوني بصراحة. أنا ربما يعني العدو الصهيوني عدو لكنه عدو ظاهر. الخطر من العدو الداخلي، الخطر من الطابور الخامس، الخطر من الإعلام العربي بلا استثناء المطبع، هنا الخطر. لماذا؟ لأنه يظهر شيء ويخفي شيء آخر، هذا منافق، والمنافقون هم أشد كفراً حتى من الكافرين، أخوان الشياطين. فبالنتيجة النهائية لا نستغرب مثل هكذا شعارات رنانة يتباكون على سماحة السيد حسن نصر الله وهم أعداء حسن نصر الله قبل استشهاده. نعم. وأثناء استشهاده وبعد استشهاده. أحسنتم. أنا بريد دقيقتين عندنا أستاذ علي. أكيد في بعض الأخبار انتشرت في بعلبك والبقاع أنه في ناس تحت الردم، ما هو الوضع؟ هل هو فعلا هذا التأثير والتشتيت والأخبار، هل هذه صحيحة؟ لبنان كله تحت الردم، تفعله إسرائيل. نقصد بأنه لم تصل لهم سيارات الدفاع المدني أستاذ علي. نعم أنا أسمع الصوت واضح. نعم أسمعك. قلت لك أنه سيارات الدفاع المدني لم تصل لهم. لبنان يعيش تحت جو كثيف من الاعتداءات الإسرائيلية المجنونة والخارجية والممنهجة والتي تريد تفريغ الوسط المقاوم من سكانه وبالتالي تفريغهم من بيوتهم ومن أماكنهم وتحميلهم مسؤولية أزمة الصراع المفتوح مع العدو الإسرائيلي، وبالتالي أن هؤلاء هم الذين الآن يشكلون المحتوى الأساسي للشرق الأوسط التي تريد إسرائيل تغييره. يعني الآن هل هذا الوسط اللبناني هو الذي يشكل الوسط الأوسطي وتريد إسرائيل تغييره من خلال ضرب هذه البنية الاجتماعية في لبنان، تقصفه بطريقة مجنونة، تقتل الطفل قبل الكبير، الصغير قبل الكبير، لا تفرق بين مقاتل وبين مدني، هي تحرق تقتل تقصف تعمل تدمر بطريقة كما ذكرت طريقة غير يعني غير خارجة عن القانون. يعني حتى الحرب هناك لها قوانين، هناك لها قواعد،
إسرائيل لا تتعاطى مع هذه القواعد ولا بمنطق القوانين، هي تدوس على هذه القواعد وتدوس على القوانين من خلال أنها تقصف المدنيين، تقصف المستشفيات، تقصف تقصف الذين يسهمون في الأعمال المدنية والصحية، يعني وهذا ما لا تسمح به الأنظمة ولا القوانين الدولية. ولذلك حتى الآن نحن لم نسمع أي صوت من هذه الأصوات الدولية التي تدين. أحسنتم. إذن هو بنك استهداف الكيان هو المدنيين، ومثل ما تفضلت الأماكن اللي هي للصالح العام المستشفيات وغيرها. أستاذ علي سبتي من باحث بالشأن السياسي من بيروت، شكرا جزيلا لك. أستاذ جمعة العطواني رئيس مركز أفق للدراسات، شكرا جزيلا لك. الله يحفظكم. وأكيد تغطياتنا مستمرة على رأس الساعة من الأيام الفضائية، وإن شاء الله أكيد نصر قريب. شكرا للمتابعة.